وبعدين كرفي وبعدين نعمل صناعة للعمل الإنساني الصناعة. وين ممكن الأفق؟ ملوش حدود. العمل الإنساني عمل اجتماعي ليس له حدود أفقيا ورأسيا، ممتد عبر الأجيال، ممتد لمدة قريبة. حتى الحيوانات حتى الطيور فيهم إنسانية، لأن الإنسانية لا تسع فقط البشر لكن تسع كل الخلق اللي ربنا خلقهم سبحانه وتعالى، إنهم إلا هم من أمثالهم. نبدأ العمل ننفعل زي ما كنا زمان بنتكلم عن البوسنة. يعني كنت أنا قاعد مع أخونا يوسف العوضي وهشام العوضي بيعلموني زمان أيام لجنة قطر لكف اليتيم، علمنا إزاي نقوم بالهبكة أو اللي هي إيه؟ النفير. فلولا نفر من كل برقة طائفة ولا تقاوم الدين. بعد كده بنعمله كل موسم رمضان الأضاحي الحاجات دي. هنا بقى الحضور عندنا تقليد. التقليد ده بيتحكم في ثقافة المجتمع، خاصة إن كان الجمعية تعتمد على مجتمع واحد. يعني الجمعيات ذات المجتمع الواحد المانح العمل التقليد فيها تقليدي فيها أكثر بكثير من الجمعيات المتعددة في مصادر التمويل. لو كنت أنا بعتمد على مجتمع سعودي فقط أو مجتمع في الشرقية في السعودية فقط أو مجتمع قطري فقط أو مجتمع قطري فقط، فتلاقي التقليد أشد من جمعية أخرى عندها مكاتب جمع مال من مصادر مختلفة، كل مصدر بثقافة وفلسفة مختلفة. ده تحدي. قد يكون الهلال الأحمر عندنا هنا هو خرج من الموضوع ده لأنه دخل في المنظومة الدولية وبدأ ياخد فلوس من المؤسسات الدولية من الناحية الكبرى. ودي خلت التقليدية تخف في منظومة الهلال الأحمر لو دخل في مجموعة عائلة كبيرة جدا من جمعيات مختلفة وثقافات مختلفة. أما الجمعية الأحادية التمويل فالتقليد فيها خطير خطير جدا. ليه؟ لأنه هو بعقلية المانع. عقلية المانع بتتحكم فيه بطريقة أساسية وده خطورة عندنا. لأن إحنا خرجنا من العاطفية اللي هي كل واحد فينا مسلم مسيحي أي حد ها إلى أننا أصبحنا تقليديين. إن أردنا أن نخرج يعني مثلا لو ضربت المثل بس حد ما يحبش أضرب مثلا بالمؤسسة اللي كنت فيها عشان إيه؟ ما يبقاش إن أنا بغني على تيم مش حاسب اسم المؤسسة هكذا. أول ما بدأنا فيها بصينا لأوروبا كلها. فرنسا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا، السويد، النرويج، أمريكا، كندا، فكل جهة مانحة تعطيك جزء من ثقافتها فيصبح التقليد أو العمل التقليدي أقل من العمل التقليدي اللي جاي من مصدر واحد من المانيا. وده اللي بيؤثر على القضية السورية حاليا، إن بيجيلهم أشياء هم مش عايزينها. مش عايزين ناخد بعد كده هو الفود باكت خلاص يتباع الصندوق الطعام ده بربع الثمن داخل سوريا. الناس مش عايزاه في اماكن اخرى كذلك. بينمو العمل بعد ما ننتهي بقى نظلمه فنعمله جمعيه. هنا بنتكلم عن الملكيه، من يملك العمل الانساني؟ هل يملكه الجمعيه؟ هل يملكه اعضاء مجلس الاداره؟ هل يملكه اللي هو المعتمد؟ بعد الجمعيه هنا هو لو في حاجه اسمها هنا هو مؤسسه. هنا هو مؤسسه. الجمعيه دي بنتكلم عليها بتملكها اعضاء مجلس الاداره او الجمعيه العموميه. بيكون الملكيه للاعضاء فقط. لو اردنا ان احنا نحول المؤسسه من جمعيه اورجنايزيشن للانستتيوشن يعني مؤسسة مش فاونديشن، فاونديشن مش انستتيوشن. يعني مثلا الشيخ علي عنده مؤسسة اسمها فاونديشن. الشيخة كذا عندها مؤسسة دي فاونديشن بتاعت العيلة بتاعتها. مالهم الخاص. لو كان فينا مؤسسة تملكها ايه؟ المشايخ الأخيرة. دي مش مؤسسة. دي تعتبر فاونديشن صندوق. أما المؤسسة هي التي تملك الجمعية للمجتمع. بمعنى أن المجتمع هو الذي يعطيها أبنائه وبناته. سواء في مجالس الإدارة، سواء كان في الموظفين، سواء كان في المتطوعين، سواء كان في المانحين.
وهنا دي هنا اخطر قضيه بتواجه عقليه الحوكمه للمؤسسه. احنا اصحاب القيم، احنا اصحاب التاريخ، احنا عندنا مبدعين. الشخص ده من اصحاب البدريين، وانت من اهل احد، وانت من اهل اليرموك، ما تتحركش، لا يتحرك. كل واحد فينا ليه سقف، كل واحد فينا ليه سقف، مش هيعلو سقف، لان المجتمع بيتغير رأسيا وافقيا وفي كل الاتجاهات، كل يوم وكل ساعه مئات المرات. ولن يستطيع احدنا كان مبدعا او كانت مبدعا ان تتماشى او يتماشى مع التغيرات المجتمعيه كل يوم وكل لحظه وكل ساعه. فلذلك ان اردنا ان نخرج بالجمعيه المحوله الى مؤسسه فلا بد تكون ملكيه للمجتمع. بمعنى ان احنا وقعنا على وظائف، انا عايز وظيفه في الاداره، في مجلس الاداره، عايز عضو مجلس اداره. حتى دلوقتي احنا في بريطانيا اعضاء مجلس اداره بنعلن عنهم في الجرايد. انا مثلا هستقيل من احد الجمعيات اللي هي بنسميها المنتدى الخيري الاسلامي، فبنعلن عن رئيس مجلس اداره يجي ياخد مكاني. اعلان في الجرايد يقدم الناس ويشوف السيره الذاتيه بتاعته، هل ينفع او هل تنفع او ما تنفعش. هنا انت بتحول الجمعيه من ملكيه لمجموعه صغيره الى ملكيه مجتمعيه. فلذلك لو مثلا اوكس فام، سيدا تشيلدرن، وورلد فيلن الى اخره، فالمجتمع ماشي معاها بابنائه وبناته وماله وفكره وكل شيء ويقف وراها. وكثير جدا من ابناء المجتمع يكونوا حريصين على انهم يكونوا اعضاء مجلس الاداره. يكون ده شرف ليهم. ودي تعتبر مواعيد اللي هو تحول الجمعيه الى مؤسسه، دي هي دي العقده. او هي دي اللي هو البطل النكت عليها، عنق الزجاجه. عنق الزجاجه ان نحول الجمعيه ونتنازل عن ملكيتنا نحن الى ان نحولها الى ملكيه مجتمعيه. الحرفيه اللي هي تتحط في النص هنا هو مش مجرد واحد، انا مثلا انا جايبته لابس ايه؟ لابس جاكيت. انا حرفي. خلاص؟ انا قلعته. لابس قميص، انا حرفي. جايب لكم مش عارف لابتوب، انا دي مش حرفيه. الحرفية أداة، الحرفية حب، الحرفية التزام، الحرفية قيم، الحرفية إنتاج، الحرفية معرفة، الحرفية إيمان. الحرفية مش فقط كتب احنا درسناها ونيجي نكبها عليكم، الحرفية كل هذا وزيادة كمان. أهم شيء في الحرفية إنك تحب العمل. تحب العمل او تخطئ علشان تتعلم. الحرفيه مش مجرد ان اخدت شهاده من اوكسفورد ولا كامبريدج ولا بريطانيا ولا امريكا وجيت اقول لكم كده انا خلاص انا اخدت الشهاده دي وهتفتح لك الابواب، لا. الحرفيه ايمان، ايمان برساله المجتمع، مش فقط رساله المؤسسه. ابدا. ما المؤسسه اللي هي جزء من المجتمع. انا مؤمن بالمجتمع قبل ايماني بالمؤسسه، قبل ان اؤمن بالمجتمع المؤمن بالقضيه بتاعت المجتمع. والحرفية إيمان متعدد الإيه؟ الطبقات رأسيا وأفقيا. يعني إيه؟ ها؟ قطرية. وقطرية. متعدد متشدد. فتخيل إيماننا إحنا تركيبته معقدة. يعني هذا الإيمان المعقد داخل الإنسان نفسه هو جزء من الحرفية. مش هتيجي حرفية من غير إيمان. مش هجي لك انا اضحك عليك بكلمتين فرنساوي وانجليزي والماني وكذا 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 واعمل لك البرزنتيشن دي والناس تنبهر. صح يا فرعون؟ انه اكثر الناس بيجوا الناس استرهبوهم وايه؟ وجاءوا بسحر عظيم. الاسترهاب ده اللي بيخلي الشخص يقعد يطلع اللي هو الالوان المختلفه كده. يا لا مش عليا انا. كلامنا مش عليا انا، كلامنا في حته ثانيه. اقعد بقى وقول هتعمل ايه. ده بالنسبه للفرق ما بين العفويه هنا او العاطفيه وان ازاي نكون حرفيين. الحرفيه هي معقده التركيب في كل المنظومه الفكريه للشخص نفسه. من ايمان، انا بحب العمل. انا بحب العمل وهقعد اشتغل 24 ساعه. حتى ولو كان الراتب بتاعي ما بيكفيش. انا بحب العمل لان عندي رساله.
انا بحب العمل لاني عندي رؤيه لهذا العمل. انا بحب العمل عايز ارحم. الحب بيؤدي الى تضحيه، والحب بينبع من الايمان. ودي الحرفيه اللي احنا بنتكلم عنها. الحرفيه مش مظهر، مش شهاده. فلذلك احنا عايزين يا اخ عبد الله مع الدكتور محمد، طبعا بتكلم النهارده في غياب الدكتور محمد اللي هو استاذي اللي علمني كيف اتواضع، ثم علمني كيف اتحدث، ثم علمني كيف اعبر بعد كده. اني اتنفس تحت الماء مش كده لو نمت كده؟ عبد الحليم حافظ بقى ده محمد صلاح كان بيغني علينا كلنا. هو ام كلثوم مين تاني ها؟ مين فاكر العصر القديم؟ الألفية القادمة اللي فاتت، ولا نجيب لكم ناس شعرنا؟ المهم بقى خلينا مع عبد الوهاب. لما نتكلم الحرفية تواضع. تعرفوا يا شباب؟ سوري الكلمة دي. الحرفية مظهر. علمونا سيدنا علي لما نذهب نختلط بالفقراء لابد أن نراعي ماذا نلبس، إلى الكود أوف دريس. حتى ما منظرنا ده في اللبس اللي احنا لابسينه ده ما نجرحش الفقير. يكون لبس معين نذهب فيه نلبس فيه بين الفقراء. الحرفية معايشة. تخش الخيمة تقعد. تسمع الأطفال هم بيلعبوا. الأخت لما تخش الخدم تخلي أطفال يتنططوا على حجلها. ويكلموها والست تفتح قلبها ليها. الحرفيه اللي احنا قلنا عنها ساعه تمشي لا مش عايز اكل. انا عادتك في هم ايه؟ دي حرفيه انها رساله انها مهمه. ها؟ شوفوا دي الحرفيه اللي احنا بنتكلم عنها يا اخوانا. فوق الحرفيه دي بتخليك انت ما تنامش. ما تنامش. هل الرسول ما كانش ساعه كان حرف؟ ولا كان في كلمه كده كنت عايز اقولها في الاول بس نسيت لان انا انفعلت يعني انا بسمع على طول. تعالى يا بسم الله. بدأتها الصبحية مش عارف الساعة كام يعني. وأنا أعتز بيها. الحرفية شخصية للشخص نفسه. ها؟ اتفضل. أهلا وسهلا. ترى الصبحية بقول إيه؟ القرآن. أن نعيش في كذا في القرآن. أنا لن أتنازل عنه. كان مسلم بعمل عمل انساني، عمل الانساني يدل على ايماني بالرساله الانسانيه للاسلام اللي هي محورها كلام الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فالقران بالنسبه لي يزيل سوءاتي، ينير بصيرتي، ينقي سريرتي، يعلي همتي، يقوي عزيمتي، يرفع قامتي، يزيد محبتي، يسعد مجدتي، يمنحني جنتي، يرزقني صحبتي في الجنة إن شاء الله. ها؟ يهديني نظرته أن يرى أن الله سبحانه وتعالى وينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى. ده جزء من الحرفية. أوعى نتنازل عن شخصياتنا القيمية اللي بنؤمن بها عشان نبقى حرفيين. ابدا ابدا ابدا. انا بتكلم عن انا بؤمن بيه. انا بحبكم. والله انا بحبكم. انا كنت معايا في مجالس امبارح مع الشباب لثالث مره. ثالث مره من اللي هو مركز البحث الدراسات الانسانيه. انا دخلت عليهم وقلت لهم انا بحبكم. انهم الساعه 7:30 او الساعه 7 بتقابلنا الساعه كام يا 6:30 بعد ما نخلص محاضرات. الناس الشباب الساعه 9 الصبح الساعه 6 وعايزين يقعدوا. قعدنا ساعتين امبارح نتكلم اسئله هروني فيها. لا يعني اسئله صعبه لكن كميه الحب اللي هم حطوها على الطاوله فاقت كميه الحب التي جعلتني اذهب اليه. الحرفيه ما فيهاش فلوس لكن فيها جزء من الرساله اللي عايز توصلها للشباب. الانسان يلقى ربه. كلنا حلقى ربنا. لكن لو انا لقيت ربي سبحانه وتعالى بعلم ما اتعلمته وما وصلتوش للناس سأحاسب عليه. ده مش حرفيه. مش حرفيه ابدا. ليه؟ لان انا بيكون في همي وفي قلبي وفي فكري وفي ذكري هذه الارمله وهذا اليتيم وهذا اللاجئ وهذه اللاجئه وهذا المريض وهذا الشيخ. ده حرفيه حقيقيه ان انا اعيش الام المحتاج
تحقق آمال المحتاج. حرفية. وده اللي هو الحرفية الإنسانية الإسلامية اللي احنا نعتز بها ونفتخر بها. نعلمها الأولاد ونجعلها تغير مناخ العمل الإنسان الدولي. لابد دي كنا رسالة. أخ عبدالله. رسالة تسعى للبشرية بها من خلال إيماننا الإنساني بديننا ومجتمعنا والعالم كله. في رؤية. رؤية خير وسعادة ورؤية أمل ورؤية بناء سلام ورؤية بناء مجتمعات في المجتمعات دلوقتي تشرف. شوف سوريا فيها إيه، شوف اليمن فيها إيه، نشوف أفغانستان فيها إيه، نشوف اليوغور حصل فيهم إيه، نشوف الهند حصل فيهم إيه، نشوف ليبيا فيها إيه. دي رسالتنا. الحرفية عناء. عناء في بناء فكر مجتمعي جديد يستطيع أن يجمع شراذ من المجتمعات. المجتمع السوري دلوقتي ما أصبحت شبه. أصبحت كتل بشرية كل كتلة فيها لها ثقافة مختلفة. ما أصبحتش سوريا اللي احنا كنا نعرف عنها. ما أصبحتش سوريا العربية. ما أصبحتش سوريا اللي كانت كذا وكذا وحتى اليمن. كل هذه الكتل البشرية سيصعب علينا بناء مجتمعهم مرة أخرى. فأين حرفيتي؟ من خلال إيماني. كيف أبني المجتمع السوري مرة أخرى؟ دي حرفية. حرفية في قلبي. حرفية في بصري. حرفية في سريرتي. حرفية في عقلي. حرفية في ديني. حرفية في كل قطرة من قطرات الدم اللي بتمشي في إيه؟ في روحي. حرفية في روحي. في الروح هتقابل الله سبحانه وتعالى ها؟ سعيدة. سعيدة بك. يا أخ عبد الله سعيدة بك يا أخت أم مش عارف محمد ولا أم محمد كلكم أمهاتكم أمهات كلكم يعني أم البنين مش كده برضك؟ أمهات البنين أمهات الرجال. الحرفية في إن أنا أخلي الأخت لها دور محوري في بناء المجتمع. لما كانت السيدة خديجة رضي الله عنها دور قوي وإن كانت هي العمود الفقري للرسول صلى الله عليه وسلم من أول يوم في الدعوة. دي حرفية. نص المجتمع أمي وأختي. وبنتي وغرتي وزوجتي دول ليهم دور. انا مثلت اتذكر امي كانت بتقول لي يا ابني دخلت الفقراء ما تخليش الاغنياء. لما دخلت الفقراء هترضى بحياتك مش هتنخب على حياتك هتحس انت احسن منهم. لكن لما دخلت الاغنياء هتنخب على حياتك. عندهم مش عندك. اللي بياكلوه ده ما بتاكلوش. احنا بنتكلم عن دور الاخت ودور الام ده جزء من الحرفيه بتاعتنا. ايه اللي غلبتنا؟ ايه اللي عملتنا؟ ايه اللي ربتنا؟ ايه اللي كبرتنا؟ ايه اللي علمتنا؟ العلم مش فقط في المدرسه. العلم جين ياتي من حب الام حب الاب للابن للبنت. عاطفة دي حرفية. احنا مش عايزين. مش عايزين نحرف الحرفية بالقلم والمسطرة. هذلك ان نعرفها بالقلم والمسطرة. لأن الحرفية حياة. الحرفية روح لن تموت في قلوبنا. تتجدد بها آمال الأجيال. تتجدد بها المشاعر. تتجدد بها الآفاق. الرؤى. الأحلام. الحب اللي عندي هو اللي بيخليني انفعل. لان حبكم ليا
يعني خلى روحي تعب عن مستواها الحقيقي. ولولا حب الله لينا كلنا اجمعين ما اجتمعنا على ذكر الله كل يوم جلسه من جلسات ذكر الله في حب الله من خلال خدمه المقدره. فالخدمه حب ان شاء الله. انا مستعد لاي سؤال. مش عايز تسليم. مرجوك ما بحبش التسليم. ابنة السودان، ابنة النيل العظيم، انت ابنة مصر. بعربيه حماك كان الدبل بتاعنا بحبنا ليه اننا بنرشده
اول شيء تربيه الطفل ابويا وامي. انا ما كلمتش عن امي دلوقتي رحمه الله عليها، وكلمت عن ابويا ما كلمتش عن ابويا، بس انا بتكلم عن مين اللي رباني، اللي خلتني تخلي الشخص يحب الفقير، يحب الغلبان، يحب النادي، يحب كذا، الام هي نفسها. فنبدا اول خطوه قبل ما يجي الطفل ده ليك يا ابو عبد الله هنا، يكون هو شارب العمليه دي حتى لو كانت اموال كتيره. احس اني او احس البنت هتلاقي ليها هدف في الحياه. فيها معايشه كذلك، انا لما اجيبهم احطهم في الصحراء. لما اجيبهم احطهم مع الفقراء. اجيبهم اعيشهم معايشه. المعايشه دي ان انا اقول لهم ننسى ان الدنيا فيها شيء والاخذه فيها اشياء مختلفه. فما بين التربيه في البيت والمنهج في المدرسه، التطوع مش فسحه. التطوع مش رحله، التطوع مش صوره، التطوع مش فقط برنامج، التطوع ان مسؤول عن التطوع في مدرسه الاطفال ده هو مؤمن بيها او هي مؤمنه بيها. التطوع مش كده ابدا. يعني في بريطانيا وكل الدول الغرب التطوع ده جزء من السيره الذاتيه بتاعتك. لما بتخش تخلص الجامعه بتخليك يقبلك في الوظيفه دي او في الوظيفه دي. يعني انت عملت وانت في ثانوي، عملته انت في جامعه، عملته بعد الجامعه الى اخره. فاصبح التطوع جزء من ثقافه حياه الطفل منذ ان كان صغيرا. فبتتكلم عنه مهم جدا. بس انا لما جيت مثلا في الهلال الاحمر مسؤول التطوع ما يجيش يقول لي انا بشتغل من الساعه 5. انا هظبط السي في بتاعته كله وهظبط الجوب ديسكريبشن اللي هو الوصف الوظيفي علشان هو صاحب رساله، هو اهم واحد. يمكن قد يكون يا اخ ابو عبد الله شو أسأل الكلمة دي أهم منك أنت شخصيا، لأنه ده اللي بيطلعك الجيل، وأنت عايز من يديك الناس اللي هي رؤوس المستقبل، تحمل الدولة وتحمل الوطن وتحمل المجتمع وتحمل هم الإنسانية كلها. ما جيبش أي حد كده يحط يبقى مسؤول من دائرة التطوع، سواء كان في المدرسة الابتدائية أو في الإعدادي أو في الثانوي أو في الجمعية. يعني أنتم من حظكم في المجتمع الدولي انكم مختلطين بالعائله الهلال الاحمر والصليب الاحمر، وده بيخلي التنوع الثقافي عندكم كبير جدا عن اي جمعيه ثانيه هنا او في اي مكان في العالم. لكن احنا بقى لابد ان احنا نجيب اشخاص بننتقيهم مربين للاطفال وللشباب ومحببين، مش بس مربين، محببين لهم. هذا العمل عده ثانيه. جزاك الله خير. اتفضل. انت قلت لنا كلمت كتير وقول لي وقف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذه المحاضره الرائعه. تعود علاقتي بك الى 15 عاما مضت، ولذلك فقط لذلك عرفتك منذ زمن وما زلت كما انت ما شاء الله، ولك من اسمك نصيب. هذه من الهناء وبنى من البناء ايضا، جعلك الله هذه وزوجتي بنى شويه في المجال. زي يوسف وابوه اسمه نبيل من اللباب ولا اسمه واسمه يوسف كمان يا سيدنا يوسف خلاص. دكتور اود ان اسالك عن تجربتك في الغرب. العمل الاغاثي تحديدا تعرضت الى مجموعه من الالغام الكبيره جدا التي وانتم استطعتم ان تتفادوها. هل يمكن ان تحدثنا عن هذه التجربه بالذات؟ المساله الاخرى، لماذا كميه المال الموجوده في العالم العربي لدى كل الجمعيات من المحيط الى الخليج تعتبر سكه مقابل او مقارنه مع ما هو موجود في الولايات المتحده الامريكيه او في سويسرا مثلا لوحده؟ خليني بس اجاوب على السؤال الاولاني وبعدين تسالني السؤال الثاني. طيب نصلي على النبي. انا عندي سؤال عظيم طبعا. المحاضرة دي محاضرات. احنا اتعلمنا من الصفر. محدش يجي يقول لك ان انا كنت منحرفي او مهني او امي ولدتني كده بس. لا. لما بدانا من الصفر، تحت الصفر. انا شخصيا كانت لي اخطاء كانت هتغفل تغلق المؤسسه. اغلاق تام، اوعى تفتكر اللي واقف قدامك ده ما اخطاش. او مبدع كده وعامل نفسه مش عارف الصوره الكبيره دي كله ده فرجوش. انا اخطات كتير جدا وتعلمت من الاخطاء، بس المهم انك تخطئ تتعلم من الاخطاء.
العمل الإنساني الإسلامي في الغرب مر بكذا مرحلة. مرحلة الانفتاح في ظل غياب الإسلاموفوبيا، وفي ظل اللي هو الحرب على أفغانستان وتدمير المعسكر الشرقي، فورطوا كثير جدا من المؤسسات في خلط الأوراق أيام حرب أفغانستان. أنا كانت الدنيا ربيع، يعني مثلا كان اللي بيجي يجمع تبرعات من أوروبا وأمريكا، أنا بقولها على الهواء، مين كان بيجيب التأشيرة؟ السفارات الأوروبية والأمريكية، كانوا بيجمعوا فلوس للسلاح. ولو أي سفير من الدول الغربية يجي يتكلم معايا هقول له حاضر ليش. فمين بتدوا التأشيرات للمجاهدين؟ فرنسا وبلجيكا وهولندا وأمريكا يجمعوا السلاح، وبعدين بعد كده حسبتوهم بأجندتهم السياسية وسميتوهم إرهابيين. الفترة دي اتغيرت. اللي خلى المؤسسة تخرج من عنق الذبابة دي ان احنا ما خلطناش الاوراق. وانفتحنا قبل البوسنة، قبل 92. يعني بقينا نحضر المؤتمر بتاع الأمم المتحدة وكذا وكذا، وحاولنا اننا نقدم على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من التسعينيات. وخدناها في 2001، سبتمبر 2001، اخر سبتمبر 2001. خدت بالك حضرتك؟ فالفكر اللي كان عند الشباب اللي قاعدين هناك ان احنا ننفتح على المجتمعات، زي ما بتتكلم عن التقليديه هنا، هو كلمه التقليديه اللي هناك دي خلاص ما حددتهاش مصدر واحد، يعني العقليه الفرنسيه العربيه غير العقليه البريطانيه العربيه غير العقليه الامريكيه العربيه غير العقليه البلجيكيه العربيه، كل واحد جاب ثقافته بتاعته. فلذلك الانفتاح على المؤسسات الكبيره ده بدا من التسعينيات. فلما جت 2001 كنا احنا جاهزين، لدرجه ان انا كنت عامل فيديو 3 دقائق كده على الفيسبوك من يومين ان احنا في الحمام، هقولها تاني دي واللي يعجبه يعجبه، خرجنا من الحمام ثلاثه، انا من حمام نمره واحد وادري من حمام نمره اثنين، حمام يعني تواليت، كنا ايه بنعمل جوه يعني المهم، واحمد موسى فادري انت مدير الاعلام، قال خلاص انا وقت رسمي يبقى زي المعامل، يقول لا يوجد بعد 11 سبتمبر لا يمكن نوطي رسمي، احنا جزء من المجتمع الاسلامي في الغرب. اللي يحصل له يحصل لنا. وغيرنا الفكره بتاعتي دي اننا نذهب للاعلام كندافع عن عمل انساني وعمل اسلامي، بس قبل ما نروح هناك عملنا حاجات مش كده بالعاطفيه، لا قلنا لابد نتدرب ازاي نقابل الكاميرا. في يوم واحد الوقت ده في 2001 دفعنا مش عارف 3400 جنيه استرليني. يوم واحد دي نمرة واحد. لابد يكون لنا متحدث رسمي واحد. مش كل من هب ودب في أمريكا وفرنسا وبلجيكا يتكلم. وأي مواجهة إعلامية تتكلم في أي حتة في العالم يرجع للمتحدث الرسمي. ولابد إننا نواجه كل مؤسسة إعلامية وتسيء إلى عمل إنسان الإسلام. 2002 كانت سي إن إن عاملة برنامج عن إيه؟ عن عمل المؤسسة فين؟ في غزة. في وده اللي انت بتتكلم عليه، لابد تعرف، لابد تقرا الخريطه السياسيه والاجتماعيه والامنيه والاستخباراتيه والاقتصاديه المحيطه بيك. لانها بتتغير كل يوم، ولابد لما تيجي تعين اي حد تعينه على درايه مش على عاطفيه. مش على عاطفيه. للاسف في مشكله كبيره جدا عندنا في تعيين الموظفين خاصه في الميدان. مش لاقيين حد نوديه لان احنا ما بنربيش. لو احنا بدانا نربي هنطلع اجيال تستطيع انها تغير المناخ. احنا تحدينا لاخر فاضل ليس في صناعه الرجال والنساء طبعا، لكن في تغيير المناخ الانساني الدولي. مش في حاجه اسمها كلايمت تشينج دلوقتي عملنا عليها مؤتمرات؟ احنا عايزين بقى ايه؟ نعمل بوزيتيف كلايمت تشينج للعمل الانساني في العالم كله. ياخد سنين لكن لابد نبدا فيه. ده السؤال الاول. السؤال الثاني ولا خلاص ولا بحث؟ السؤال الثاني بيتعلق بالامكانيات في الغرب، الامكانيات الجمعيات الخيريه هي امكانيات هائله جدا. سيرش على الموضوع طلع في الولايات المتحده موجودات الجمعيات الخيريه حوالي 306 مليار، في سويسرا حوالي 100 مليار، الدول الاخرى هائله جدا، في حين الوضع اللي احنا هي الامه التي تقوم على هذا على الانسان اصلا
الجمعيات فقيرة مقارنة مع ما هو موجود في الغرب، ووضعها هلها أيضا مقارنة مع ما هو موجود في الغرب، أين المشكلة وما هو الحل؟ المشكلة مش مشكلة المال، مشكلة فهمك أنت أو فهمي أنا إيه هو عمل إنسان. يعني أنت بتتكلم مع دولة زي بريطانيا فيها 168 ألف جمعية خيرية، دخلهم السنوي 74 مليار جنيه استرليني، يعني قرابه 100 مليار دولار، ده بس من الشعب، لغير المؤسسات الغير ربحيه المسجله، غير مبادرات، غير يعني بتتكلم عن اكثر من 120 130 مليار دولار سنويا. ليه؟ لان المجتمع شعر ان في دور قوي جدا للمجتمع المدني، فمكنه بتسجيل كل هذه الجمعيات والتشارد كوميشن اللي هو المفوضيه لمراقبه الجمعيات بقى لها 150 سنه كمؤسسه مش موجوده في اوروبا زيها ولا موجوده في امريكا، الوحيده اللي موجوده في بريطانيا. اما تيجي تنزل لحاجه زي كده هو لان الحكومه نفسها او الدوله نفسها الدوله الاستابلشمنت اللي هي مؤسسات الدوله تؤمن بدور فرد وتؤمن بدور مؤسسات المجتمع المدني، فلذلك بتمكنها. لو احنا مكننا مؤسساتنا هتضعف الاموال فيها، هتضعف العطاءات فيها، هتضعف الابداعات فيها، هيطلع من عندنا رموز وقاده يستطيعوا انهم يغيروا ثقافه مناخ العمل الانساني في العالم كله. هو التمكين. لما انا اجيب ابني في البيت كل يوم بضربه على قفاه، انت حمار، انت ما تفهمش، انت بهيم، هيطلع يقول ايه؟ اما هيشرد من البيت او هيطلع كده شايف حقوقه بعد كده، صح؟ احنا شخصيا بنربي ولادنا بضرب على ضرب الاخر. العصايه في اليد هات يا البنت لو غلطت غلطه هنقتلها، لو الولد غلط نفس الغلطه ما نقتلوش. الثقافه غلط، لا ليها دعوه بالقيم الدينيه والاخلاق الدينيه الى اخره الى اخره. الابوه والامومه هي اللي بتجعل الناس يعني التي مين اللي ربى سيدنا خالد بن الوليد؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز، الام اللي احنا بنتكلم عنها دي. احنا بنفسر الاسلام تفسير يعني مزاجي. واخد بالك؟ ان مين اللي هيتابع لو انا مش ممكنتش ابني في البيت واستمعت له وخليته يقول كلام ويغلط قدامي وساعده، مش همكن اي واحد في الجمعيه بتاعتي ولا في المجتمع بتاعي. فالعمليه ماشيه كده زي الاخت ما كانت بتتكلم بابنة في النيل دي بكل الحاجات دي كلها منظومه متكامله مع بعض. واضحه؟ طيب اتفضل. انا نحو دير مع نديل ما فيش مشكله. انا قولوا لي اقف خمس دقائق كان في اخين انا رفعوا ايديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يرزقكم بالغباء، يرزقنا بالغباء. أقول كلام غلط.
فالحته بتاعت الطوابع دي بتيجي من ايه؟ من حبك للعمل وايمانك بيه. بس انا في نقطه انا نسيتها، الصناعه. لما نزلنا من المؤسسه دي، لان هدفنا يا بنات وشباب ان احنا نحول العمل الانساني والمجتمعي من عفوي الى صناعه، اندستري. اندستري معناها مش مصنع. اندستري معناها مش مهنه. اندستري معناها هو شيء بيدخل في كافه مناحي حياه المجتمع بمكوناته. انتم القوه الناعمه الاقوى في اي مجتمع في العالم الذي تستطيعون ان تدخلوا الى اماكن لا يخشها الاقتصاديين ولا العسكريين ولا السياسيين ولا الامنيين ولا رجال الاعمال. شوفوا انتوا اللي هيحط دي كتوب يعني كقيمه اعلى قيمه عنده انه يحول العمل الفرد الى صناعه مجتمعيه. سيستطيع ان يمشي من كل الخطوات دي كلها بالمهنيه والحرفيه والمؤسسيه بالباسس انه يريد ان العمل الانسان بتاعه يكون صناعه مجتمعيه. كلمه صناعه مجتمعيه ده عايز محاضره ثانيه والله. بس كلمه صناعه مجتمعيه مش مصنع ومش ورشه عمل. دي منظومه فلسفيه ثقافيه تجعل كل فرد داخل المجتمع مشارك في صناعه مجتمع مبني على القيم والاخلاقيات الانسانيه. ده بالنسبه للمؤمن. انا كده خلصت ولا في اخر سؤال؟ حد رفع صباعه ولا انت حضرتك؟ بس الكارت الاحمر هيجي دلوقتي وحاطط له الحكم، الحكم البلجيكي ولا الحكم الاجنبي؟ حسب ما فهمت الحرفيه هو ان الشخص بيكون كلام وفي سلام مع نفسه وما يعمله ومع مجتمعه والمؤسسه اللي بيعمل بيها وهكذا. في نوع من الهرم. طيب سؤالي هو ايه علاقه حرفيه الشخص نفسه في ادائه العمل مع ثقافه المؤسسه اللي بيعمل فيها؟ الثقافة بيكونها فكر المؤسسة أو فكر المؤسسين أو فكر الإدارة العليا. وكذلك بيكونها ثقافة العاملين فيها. لأن الثقافة مسيرة مش ورقة إحنا بنحطها كده ونقول خلاص هنعمل كذا وكذا وكذا، لا. الثقافة دي أصعب شيء بتحول بيه أداء المؤسسة إلى ثقافة مجتمعية. وهو بيحصل فيه تدافع. يعني مثلا في ناس بتكون مثلا أخونا أبو عبد الله ثقافته الانفتاح. انا بس هشتغل معاه ثقافتي الانغلاق. فالتدافع ده لابد ان يطلع من مؤسسه لثقافه تنفح تنتج الانفتاح الحذر. في فرق بين انفتاح على المصاعيد كده في انغلاق. طب نقعد مع بعض بقى نتفاهم. الثقافه تبنى ازاي لما نقعد نتفاهم؟ احنا مشكلتنا واحد بعد سؤالنا اسئله التحديات احنا مش عارفين نقعد نتفاهم مع بعض. احنا مش عارفين نقعد نتعاون مع بعض. احنا مش عارفين نقعد نبني كتل مؤسسات. كتل بمعنى ايه؟ اللي هي المنتديات او الائتلافات او الاتحادات. احنا بنحب اللوجو بتاعنا، هو الاول وهو الاخير، هو الظاهر وهو الباطن. ها شفت بقى انا بتكلم ازاي الكلام اللي يجي يوجع البطن كده ويخلي الايه الناس كلها تقعد في مكان معين كده؟ هو بس ده غلط. وانها الحالقه تحلق الدين ولا تحلق الشعر اللي هي الفساد ده مبناها على ايه؟ انا اللي عملت. دي مش ثقافه. اقعد عشان نتفاهم. اقعد عشان نتكلم، لان احنا مش بنتكلم عن جمعيه. مش بنتكلم عن ميزانيه، احنا بنتكلم عن مجتمع. انا وانت والحزب ده والجمعيه دي والجماعه دي ما الا ان جزء من المجتمع، ناسنا المجتمع. مش كده لما تزداد اموالنا وتزداد مريدينا وكذا نعتقد اننا نحن المجتمع؟ ابدا. المجتمع في كل مكون مجتمعي تعرفه او لا تعرفه. من حق هؤلاء الناس يكون لهم راي في بناء المجتمع، في الدفاع عن الوطن، في حب الوطن، في التعبير عن ارائهم. احنا مش عارفين نبني الثقافه دي. فلا بد في بناء هذه الثقافة بنحصل فيها اننا نتدرج في العمل. احنا ما زلنا نعاني بس في الدول العربية في
في الغرب ان هم الشباب بيتربوا في الغرب 40 سنه عندهم 40 50 سنه مش عارفين يقعدوا مع بعض يهدموا الحته دي ولا 15 سنه في جامعه الجامعات لسه بنقول لهم ده بدعموها عشان تستمر وتبني الايه الجسور دي بينها وبين الجامعات ان حتى المسلمه مع بعض في تحديات نفسيه تحديات فكريه تحديات عقيديه تحديات ثقافيه تحديات اسمها ايه مذهبيه اهواء القهوه طبعا من اول هو حب النفس اللي في الاول كل هذه الاشياء لابد نتغلب عنها يعني مثلا هديك مثلا كده مثلا عملي عملنا مؤتمر من سنتين واحنا اللي عملناه كمنتدى انساني لمنا وكذا 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 الشعار بتاعنا كان التحدي الكبير يتحط فين؟ اتفقنا ان الشعار يكون زي كل جمعيه من الجمعيات الثانيه لا تميز فيه نمرة واحد السكرتير اللي هو كان مدير التنفيذي بتاع جمعيتنا قلنا لما تيجي ترسل الناس ما تكتبش اسم الجمعيه تكتب اسم المؤتمر انت سكرتير المؤتمر وليس سكرتير الجمعيه لكي لا تستعمل ان احنا يعني العرب المصري بيقول لك المصري بيقول كده انا اقرع ونظم اقرع ونظم ما عنديش فلوس بس ايه خارج اتفسح منين؟ ليه يعني؟ قلت لهم ثلاث اربع الفاظ قاعدين وعملت مؤسسات زي اوكسفام وسيدنا تشيلدرن قطر الخليجيه والاسلام الكريم عندهم مئات الملايين والمليارات فيعني هتحط شعارك فين ولا هتعمل ايه خليهم عشان الناس ما تحسش ان انت جاي تستغلهم فلما انت تواضعت في هذا اصبح في مؤتمر ثاني بعد سنتين اصبح في ايمان اكثر مؤسسات اخرى انا شايف فيه فحته الشعار دي حته الانا وحته التربيه النفسيه دي اللي المفروض ده دور الام شايفين يا اخوات انتوا دوركم ده ان انت تشيلي النقطه السوداء ها؟ عليا يعني ما انا بالعكس انا احب الاختلاف بس ما تقنعنيش فلذلك الامر ده كله تعلقه مهم جدا جدا في الموضوع خلاص يا كابتن احمد خلاص يا كابتن احمد خلاص اتفضل مين هيكتب بقى عندنا وما عنديش مشكله احنا ما يسعنا الا ان نشكر الدكتور هاني البنا على هذه المحاضره الثمينه هذا الافراح والضحك ورساله الإنسانية للعمل الإنساني التي تضمنتها كلمات وأتمنى لك التوفيق والسداد إن شاء الله وأدعو المهندس إبراهيم بن عبد الله المالكي التقديم شهادة الشكر فائت للدكتور هذا أقل القليل Thank you.